معكم من جديد في الفقرة الثانية لحلقتنا لهذا اليوم. فالحياة بحاجة للكثير من التضحية، الكثير من الأمل، الكثير من الابتسامات. لكي نزرعها جميعا لابد أن ندعم هؤلاء المرضى قدر الاستطاعة. خلونا ننتقل للحالة الثانية لحلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. الحياة الصعبة التي يعيشها البعض منا تمر بمراحل مختلفة، كل واحد يتعايش معها يظن أن حالته هي الأصعب. لذا عندما نشاهد مصائب الناس تهون علينا مصائبنا. هنا في هذا المكان الذي لا يصلح للحياة البشرية يعيش الأب والأم والأطفال الخمسة، يصارعون مرارة الحياة. أعاني من الآن بدون سكن، ما بين حر النهار بدون سكن تحت التربال وعواد الحطب، بين حر النهار وبرد الليل، وكذلك من الغذاء والدواء. والضروري الآن هو المسكن الذي هو لا أمس حاجة من ذلك الآن. وكذلك متوفين سنين في 2016 من سوء التغذية، من سوء التغذية، ومن كذلك من البرد، والحالة المادية والمعيشية من قد ما أعلم بها الله. احنا نشي سكان ونشي أي حاجة طلبكم. كم لكم تحت طرابيل هذه؟ كلنا عايشين. كم معك أولاد؟ معي خمسة. خمسة أولاد؟ الاثنين توفوا قبل. تحت هؤلاء القطع الممزقة من الطرابيل يسكنون، تحرق أجسادهم حرارة الشمس وتقطعها برودة الشتاء، بساطهم الأرض ولحافهم السماء، حتى الأمطار لا تفارقهم في مواسمها. كل هذا وهم يعيشون الصبر بكل حالاته. هذا بلا بيت ولا سكن ولا مأوى، وهم المستحقين للبيت والمأوى والظروف الذي يطلبه الإنسان. هذا الأب لا يجد سوى دموعه التي يذرفها نظرا لصعوبة الحال التي يعيشها، وزوجته تبكي خفية وهي تعاني من مرض الصرع ولا تجد من يدفع قيمة علاجها، بينما الأطفال هم أكثر الضحايا وأشدهم سوءا. رأسي في صداع رأسي. عندك صرع؟ أيوة أسكب بعض الحين. تعالجتي؟ في أنا أبغى أتعالج. أنا في صرع في رأسي من كثر جالسة تحت طرابيل، من الشمس ما أقدر أتحمس، من الشمس أخرج بينها. والصرع دائما بيجي؟ بعض الحين أقول لك وقت جار أقول لك أسكب. زوجتي هذه زينب محمد عزيزين تعاني من أمراض عديدة ومن الصرع وعدة أمراض، ويعني ما بشي يعني، وأكثر وقت البرد، وقت البرد يعني يستد المرض هذا زيادة، وخصوصا هذا الوقت البرد يعني واصل، وخصوص الماسم دي الآن الذي هو أنعاني من أقل حاجة لأمس حاجة للسكن، لأمس حاجة لذلك. طيب ما عليك تشيل أم عبدة؟ ما بكون حتى علاج ما ماسم دي ما بش حاجة المادية الذي أنت بكت تعالج بها. قالوا أنه يشتو 200,000 في عمران، وقالوا يشتو ماسم دي ما اسم ديها طبيب مخ وعصاب. التكلفات اللي ما حقها أقل شيء إنك تكلفك 50,000، هذا حق الطريق المواصلات غير حق العلاجات. زوجته تعبانة فيها الصرع، ها لا يقدر يعالجها ولا منك ولا من إليك. الولد الأكبر ينام تحت طربال صغير، وبقية إخوته وأخواته تحت خدوش من الطرابيل المتبقية من قطع الأقمشة، معاناة لكل من يشاهدهم ويشاهد ابنتهم الصغيرة التي تبحث عن الحطب يوميا من أجل طبخ وجبة واحدة من كيس دقيق لا يملكون سواه.
لا طرابيل، ونحتاج إلى سكن، وهذه خمسة ما هم بطانية واحدة، بساطهم كراتين، والحفاهم أكياس، وما هم بطانية لا كابل لمن تدعى خمسة أنفار واحدة، خمسة أنفار كيف تسبر بها؟ طيب كيف أيام المطر؟ أيام المطر يكون أيام المطر يعني المطر من هنا ساعة تمسك التربان من جهة وساعة تمسك التربان من جهة، واحد يمسك من جهة التربان من جهة يعني، وساعة الأرياح الأسبوع لا تمزق من التربان، كل أسبوع يشتي التربان كل أسبوع، خاصة بخصوص هذا بخصوص خصوص الماس مدية الترابيل، وخصوص الأمطار قدو ساعة المطر يرب بعض الأحيان ماسك التربان الأساس إنه ينفر من المطر ومن الأرياح ساعة المطر. بين الشمس وبين الريح طول المدة. أولاده توفى عليه باثنين بسبب سوء التغذية قالوا. بسبب التغذية مش معهن لا تغذية يعني يرحمون معاشين. يا دورهم لو قالوا حلقة من نادم لو قالوا صغير صغير كبير بيدعم بس. توفى في 2016 بسبب سوء التغذية والحالة المادية والمعيشية، فإنها ما قدرناش حتى يتعالج من الحمى ما قدرش إنك تعالجه. ما تجيش ما انتش تقاتل على الكيل الدقيق ولا تقاتل على انك تبكت عالجه، فان فقدوا من علينا. حتى تعليمهم يختلف عن غيرهم، فواحد يذهب للمدرسة يوما ويغيب اخوته ليبحثوا عن الطعام، حيث تتوالى الايام بينهم، فبعضهم يجمع القات ويبيعه مقابل القليل من الدقيق. هي المعاناة التي يتعايشون معها طوال حياتهم. الأولاد يدرسوا الذي يدرسوا يطالبوا في قيمة شمطة من بداية الماس مدية، ولا شنو نطبع لهم دفاتر ما قدرناش من بداية الدراسة، جاء طالب في شمطة بس ما لقينا قدرناش نشيلها. هذا من الصباح لعمل ثاني الصباح. يعني شلو بالكيس يعني؟ ما بيش بالكيس. بالكيلة بس. والأولاد يوم واحد بي يوم واحد يبوك يدرس ويوم ثاني يبوك واحد يستأذن ويبوكدول الحلقة أقعد 250-500 به. ما عناش لا طلابيت ولا حاجة. تدرس يا شمس؟ تعرف ايه معك دفاتر؟ قليل مرة. معك دفاتر؟ لا. من يجيب لك دفاتر؟ يا ويلة بوكي دوار حلقة. سلع نشتي بيت، نريد أن يكون معنا بيت، أكون كالأطفال البقايا. نوافذ فتحات من الطرابيل المقطعة تدخل لهم بصيصا من الأمل، فمن ينقذ هذه الأسرة ببناء غرفة لهم خاصة، وأنهم وجدوا من تبرع لهم بقيمة أرضية من فاعلي الخير. هذا الأرضية فيها فاعل خير منها 16 متر 16 متر أرض و14 أرض. جزاه الله خير. الآن باقي البناء بس فقط. الآن باقي البناء فقط. ناشد فاعل الخير من قريب أو بعيد لبناء منزلا لي ولأولادي، فهم ثلاثة ذكور واثنين أناث. من المستحقين هم ما يجدش ولا حاجة. طيب. ما معاش يعني من المستحقين يعني ما معاش لا بقش حد ما يدفع ويسبر بيته ولا شيء. ليش يتأجر فيه؟ والمطر عليه. والبرد إذا قدامك يا ترى. سبعتين سفرين 60-70 خمسة. ومثاني سبعتين 81-22 سبعة 30. الحياة لابد أن تبتسم أجواءها ولو بعد حين، والأمل لابد أن يطرق أبواب الجميع، والله تعالى دائما بعباده رحيم كريم.
في سنابل الخير دائما ما نحرص على متابعة الحالات التي نعرضها كي نعكس لكم مدى التفاعل القادم منكم، ومنها حالة الطفل لقمان البالغ من العمر 13 سنة والذي كان يعاني من مرض الصدفية منذ ولادته. كنا نعالج ورجع عالجنا ورجع، راح نزلت عدان مرتين، راح الحمد لله تخفف المرض منه تحسن، راح الحمد لله شكرا لكم. وين وديت ابنك؟ وديت عدان مرتين ومرة تعالج الآن دحين محاولين نحن بالدياس هذه والفلوس، ودحين الحمد لله لو شافه دحين أقول لك على علاج يعني تخفف من المرض. كان مرة لا يسكي جيت ولا يسكي أبوي ولا حاجة، ضحى الحمد لله تحسن. طيب كم حصلتم بياسم فاعلين خير؟ حصلنا 8 مليون. ضحى الحمد لله أقول لي تحسن ضحى. إيش دعمكم فاعلين الخير؟ أشكر نشكر فاعلين الخير الذي دعمه نحن. إيش دعمكم فاعلين الخير؟ عندنا وإيش عاد؟ كسيتوهم بالعيد وانديتوهم اللحمة بالعيد و الحمد لله دارت العيد كل شيء الحمد لله. الله يحفظهم ربي. أشكرني فاعلين الخير الذي دعموا أخي بهذه المرض، ساعدونا وساعدوا ابنه هذا التعبان اللي قدر يجري 12 سنة يجري ما قدرش يعالجه، كان مسكين حالته تعبان له 12 سنة تعبان ولا قدر يعالجه، وما جلس عندي سنتين هم مرض تعبان توهي ولاد و ويقص عندي وكنت قد أعالقه وأعمال وهو مقريح ولا يقدر أفكر، واصل بحداف أنا واصل بحداف أنا مقريح قدومي عاد عمره سنتين واصل مقريح مسكين وقرينا أبوه وعالقه أبوي. بحنا نشكر فاعلنا الخير الله يرزقه ونفتح عليه منه الله يحفظهم ربي ونشكرهم ألف ألف شكر. بعد ظهور لقمان في سنابل الخير جمعت له من أهل الخير 2 مليون ريال، وها هو يتلقي العلاج في مدينة تعز وعدن بتحسن مستمر وخلو واضح لجسده من الجروح والتقيحات، ولهذا ترسل والدة لقمان جل شكرها لفاعلي الخير بعد حمد الله على ذلك. فرح وأمل وابتسامة وحياة، هذه الأشياء ما يتمنوها هؤلاء المرضى لتعود لهم الابتسامة من جديد. نكون هنا قد انتهينا من محطتنا لهذا اليوم، أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وحالات وقصص إنسانية أخرى. في أمان الله.